للحديث أكثر عن شح المياه في العراق، أسباب شح المياه، نتائج شح المياه، دور الحكومة في بغداد في تفاقم هذه الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد خبير الزراعة والموارد المائية الأستاذ تحسين الموسوي. أستاذ تحسين، مرحبا بكم. أزمة التصحر في العراق، أزمة الجفاف، شح المياه ازدادت في السنوات القليلة التي مضت، ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ بداية تحية لكم، شكرا للاستضافة، سعيد أن أكون معك سيدي الكريم. أهلا بك أستاذ. ما أعرف الصوت يوصل. أستاذ تحسين، سألتك ما هي أسباب ظاهرة التصحر واتساع نطاق ظاهرة التصحر في السنوات الماضية في العراق؟ شكرا سيدي الكريم. سيدي الكريم، هذا الأمر ليس بالجديد، هذا الأمر حذر منه العلماء منذ عقود، لكن للأسف تفاقم الأزمة خاصة بالجانب العراقي أكيد هذا يرجع للسياسات المتعاقبة والعملية التي بنيت على خطأ كبير بعد 2003، والتي أرمت بظلالها على كثير من الملفات، ولكن الأخطر منها ألا وهو ملف المياه. أما بالنسبة للموضوع اللي يتكلم به جنابك، هو موضوع معقد وصعب وحرج للغاية جدا، ونتيجة تردي ووصول إلى هذه المرحلة أنه من بعد 2003 تعدد مصادر القرار أفقدت أولوياته. أما بالنسبة لعملية التصحر، لا، أنا أؤكد لك أن نحن بدأنا بمرحلة التصحر الشديد، وهذا أمر طبيعي أكيد نتيجة السيطرة التامة على مياه العراق من دول المنبع، انشغال العراق بالصراعات الداخلية، واستغلال ظروف العراق، تعسفت دول المنبع في استخدامها بقطع المياه للعراق من خلال خرق الاتفاقيات الدولية، القانون الدولي الذي أشار على أن لا تكون سيادة للمياه. طيب، ولكن هنا أستاذ تحسين، يعني نتساءل عن دور الحكومات المتعاقبة، أليس من الأجدر بها أن تقوم بالتخطيط والتفاهم مع الدول المنبع، التفاهم مع الدول يعني وفق اتفاقيات الدول المتشاركة بالأنهر؟ هذه الأمور موجودة في القانون الدولي، ولكن نقف على دور الحكومة. طبعا التصحر فيه عدة عوامل، عوامل تعود للطبيعة وعوامل أيضا تعود لسوء الاستهلاك البشري، ولكن هنا الدور الأكبر هو دور الحكومة في ضمان حقوق المواطن العراقي في المياه، في يعني الاستزراع، الزراعة، المحافظة على الجداول، المحافظة على مجاري المياه الطبيعية من التبخر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. هنا أين دور الحكومة في كل هذه الأمور؟ لماذا يغيب؟ نعم سيدي الكريم، الحقيقة عندما نتكلم عن الحكومة يجب أن نحدد وجهة الحكومة، من هي الحكومة اليوم بالعراق وأي جهة هي تمثل الحكومة. أنت تعلم جيدا أن الكل اليوم هو مشترك في العملية السياسية، يعني ما معناه الفاعل السياسي هي أحزاب السلطة التي تقود العملية السياسية، فالكل مشترك. إذا لا، المسؤولية الكبرى هي تقع أو تحديد المسؤولية على أحزاب السلطة. لكن لنرجع على حديثك بالنسبة اللي تكلمت عنه جنابك، أنه فقدان التنوع الأحيائي، الهجرة، فقدان الأراضي الزراعية التي نسبة أكثر من 60% من العراق، لكن الأخطر من هذا سيدي الكريم، احنا اللي راح نشهده هو نسبة التلوث. تعرف جنابك أن العراق يفتقد وحدات معالجة، لذلك حتى المياه التي تأتي لا يمكن إيقافها، أو في مثلا نحن اليوم نعيش أزمة عالمية، أزمة المياه أزمة عالمية، دول الجوار ايضا تعاب على العراق انه لا يوجد لديه سياسه او استنفاء او استخدام ارشد للمياه. السبب ليس بعدم وجود الخزانات، لكن فقدان وحدات المعالجه، لذلك لا نستطيع ايقاف المياه، فدائما ندفع بها الى البحر. هذا جانب جدا مهم، وجانب اضافه الى استخدام المفرط، نحن نستخدم
طرق كلاسيكيه قديمه، يعني لا نزال نستخدم الري الساحي والمشاريع المغلقه والبحيرات الطينيه الكبيره. هذه لا تتناسب مع زياده الموارد البشريه، بل الاحتباس الحراري والتغير المناخي والتحذير الذي حذر منه العلماء. هذا اكيد يتحمل اعلى ان يكون الحكومه، لكن تعرف جنابك، ويمكن حتى الحدث اللي نعيشه اليوم، العراق الوحيد اللي ما يعرف شكل حكومته، دائما انه يكون افراز الحكومه بعد الانتخابات بيوم او يومين على الاغلب، وتعرف جيدا ان العراق البلد الوحيد الذي لا يعرف حتى من سيشكل الحكومه، بدليل انه حتى الفائز بالانتخابات ليس بالضروره ان يكون هو تشكيل حكومه، اذا يوجد خلل. هذا الخلل حقيقه ضرب كل مناشئنا الحيويه. لاحظ اليوم الفشل في العراق، يعني بكل مخططات الحياه، لكن الاخطر والاخطر اللي راح نواجهه او تواجه حتى الحكومه القادمه هو ملف المياه، ملف عالمي. الكل يعلم ويسمع عن حرب المياه. حرب المياه حقيقه يعني خطره، لربما نتحدث عن العراق، انا اؤكد لك الداخليه في العراق لربما سنشهد صراع محافظات، وهنا طيب تكمن الخطوره. سنشهد هجره، سنشهد حكم الحيوانات. اضافه الى ذلك الاخطر ما ايضا يكون انه يعني المياه، امراض المياه امراض تراكميه لربما ليس بالضروره ان تظهر بصوره مباشره، والدليل على ذلك توجد تقارير امميه سابقه منذ عام 2016 و2017 حذرت من انه استخدام نهر دجله لا يصلح للاستهلاك البشري. طبعا ما نتحدث عن الامراض اللي ممكن تكون تظهر بصوره مباشره مثل الطفح الجلدي، لكن اخطر ما يهدد هو ارتفاع نسبه السرطانات، وهذا ممكن للأشرف بالمحافظات اللي تكون نسبه المياه قليله خاصه محافظه البصره. ممكن ايضا الان نشهد بدياله تعرف، واليوم ايضا اصبح عندنا حتى بالنسبه للزراعه، الزراعه اليوم فقدنا اكثر من نصف الخطه، بالعكس اليوم احنا المتاح لنا 20% من الخطه، وهذا يشكل جانب خطر، جانب ايضا ضعف الدينار العراقي سيؤثر تاثير سلبا، سيكون هناك ارتفاع في المواد الغذائيه. يعني نتكلم عن ملف حقيقه ملف صعب جدا، وللاسف الحلول ليس بمستوى الحدث ولا توجد اولويه لهذا الموضوع. استاذ تحسين، يعني الكثير طبعا العراق ليس فقيرا بكفاءاته وخبراته، الكثير من المتخصصين والعلماء في داخل العراق يستطيعون انجاز الكثير، ولكن البعض يشير بأصابع الاتهام إلى دول إقليمية، إيران تقوم بقطع الأنهر، وأيضا هناك اتهامات أيضا هناك جماعات تقوم بإحراق البساتين، وهناك جماعات تقوم بتجريف الأراضي، والكثير من أصابع الاتهام تشير إلى قتل الثروة السمكية في العراق. يعني كيف تنظر إلى دور إيران في تفاقم أزمة التصحر من وجهة نظرك؟ هو سيدي الكريم، أنا قلت لك في بداية الحديث هناك تعسف مع العراق من دول المنبع، لكن دعنا نقسم الإيرادات المائية. الإيرادات المائية أغلبية المصادر هي 70%، نعم، تصدر من 15%. نعم. اما المشكله مع الجانب الايراني هي ليست حديث، ما حدث بالبصره، انت تعرف ما حدث بالبصره بعدما كنا، نعم، رقم واحد بانتاج النخيل اللي كنا نصدر ثلثيا التمور للعالم، اليوم اصبحنا نعم. نشكرك شكرا جزيلا، نشكرك شكرا جزيلا استاذ تحسين الموسوي. نحن نسمع فقط يعني صوت متقطع، وللاسف لم نتمكن من رؤيه الصوره ايضا بوضوح، هناك خلل من المصدر. نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في استوديو رافدين، كنت معنا عبر سكايب من بغداد، خبير الزراعه والموارد المائيه الاستاذ تحسين الموسوي.